دراستين جميلتين، الدراسة الأولى الصينية على 2135 مريض، والدراسة الثانية أمريكية على 2500 مريض. يعني إحنا بنحكي عن 5000 مريض، 5000 طفل مريض بكوفيد 19، وفيها أرقام جميلة جدا. لكن عتبي على اللي بيقرأ الدراسات ويقتطع منها ويعني يعطيها للإعلام، مرات بيكون خطأ. بدي أحكي بهاي التفاصيل يا سيدي. هدول 5000 مريض الطفل اللي هم أعمارهم من 19 فما دون، انتبه، 5% منهم، احنا اتفقنا انه بعديهم كلهم، 5% منهم كانوا بدون اعراض، 5% منهم، 90% منهم كانوا خفيفه الى متوسطه الاعراض. وكلمه خفيفه يا سيدي يعني كان في عندنا اعراض الجهاز التنفس العلوي، يعني احا، حراره، هكذا. متوسطة يعني كانت عنده هاي الأعراض، لكن كان في عنده التهاب رئوي، لكن ما بحتاج لأكسجين وما أكسجين. ليش أنا بحكي هيك؟ بحكي هيك لأنه إذا الخفيفة والمتوسطة عادة في الدول تعالج في المنزل، الطفل بيضله في المنزل وبتعالج، ما في داعي يجي للمستشفى.